أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mari simakkan Allah. Ini menembus jantungnya. Semoga Allah tembuskan ke dalam sanubari hatinya, ke dalam lubuk hatinya yang terdalam. Semoga Allah hantarkan Al-Quran ini menjadi penenang, menjadi penyejuk dan penyembuh untuk seluruh penyakit dalam jiwa raganya, insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanir rahim. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ya, biarkan keluar seluruhnya ya. Biarkan lepas dari kepalanya, dari lehernya, dari jantungnya, dari lambungnya, hamba Allah ya. Biarkan seluruhnya keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون biar lepas semuanya ya, biar lepas semuanya 5 menit lagi insyaallah لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Ya alhamdulillah ya sekalian cukup dulu ya mari kita baca Al-Ikhlas Al-Falaq dan An-Nas untuk penutupan ya dengan ringan ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim diletakkan di bibir Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Tiban Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasibin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ditiupkan dan usapkan ke seluruh tubuhnya ya insyaallah semoga Allah taala sembuhkan seluruh penyakitnya